احنا عندنا في المنطقة دي زي ما عندنا 8 مليون طالب عندنا حوالي 480 ألف معلم. في المنطقة من رابعة للإعدادية فيها 629 ألف معلم، وبعدين في الثانوي في حوالي 96 ألف. السادة المعلمين هنعمل لهم مكان واحد للتدريب، أكاديمية جديدة، مش أكاديمية مش الأكاديمية المهنية المعلمين، أكاديمية أونلاين فيها كل أشكال التدريب للحاجات المختلفة، تدريب الناس في 2.0 مختلف عن هنا، مختلف عن ثانوي. أنواع التدريب دي هتمارس في مكان جديد بشكل منظم جدا عشان تدي شهادة لمزاولة المهنة، وتدي إجازة للمشاركة في حاجة كبيرة جدا. هنبتدي نشرك المعلمين في أرباح ممكن تيجي من اشتراكهم في حاجات كتير. يعني ممكن السادة المعلمين هم اللي هيدرسوا هنا، وهم اللي هيساعدونا في الكتب التفاعلية، وهتكلمكم عن مجموعات التقوية هنعمل فيها ايه هيشتركوا فيها، وقنوات تعليمية، وبرنامج اسأل المعلم، كلهم فيهم المعلمين. المعلمين هيبقوا جزء من هذه المنظومة وليهم نسبة حسب كفاءتهم وحسب جهدهم، مش زيادة واحدة كده في المرتب، لا، هيدخل معانا في ده نصيبه كده، هيعمل معانا الكتاب ده نصيبه كده، هيدخل معانا في مجموعة تقوية نصيبه. احنا هنغير القرار الوزاري اللي كان بيحكم مجموعات تقوية بما فيه من حاجات قديمة، هنغيره علشان نرفع كفاءة المجموعات المدرسية تستند على ركائز تربوية، ونعرف مين اللي بيدرس وبيدرس بيقول ايه بالظبط، ويبقى فيه ضبط للجودة وتوفير للأهالي أو طمأنينة للأهالي. احنا هننظم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدارس في الجمهورية كلها بضوابط هنبعتها احنا للمدارس، بقول لكم المختصر يعني. وهننظم مجموعات تقوية للشهادات العامة تالتة إعدادي وتالت ثانوي عن طريق الإدارة التعليمية. هنجهز القاعات دي بالكامل تكنولوجيا، ويبقى فيها تكييف وفيها معدات حديثة جدا جوه كل مدارس مصر. بس الطالب مش لازم يروح مجموعة تقوية في مدرسته، يروح مجموعة تقوية اللي تعجبه، يختار الأساتذة اللي عاجبينه، المسألة تنافسية. كل المدارس هتعمل مجموعات تقوية وسوق تنافسي، اللي بيدي جودة أعلى تحت إشرافنا بالأرقام اللي احنا بنقولها بيدرس الحاجات اللي احنا قايلين له عليها، مفيش أي تغيير لا في فلوس ولا في المحتوى، بس شطارة اللي بيدرس هي اللي هتجيب له الطلبة. فالطلبة مش ملزمة تروح لمدرسين الفصل، وبيروح للمدرس اللي عاجبه في أي منطقة محيطة. كمان في مجموعات تقوية كل الإجراءات الاحترازية اللي بناخدها من وزارة الصحة هتطبق هنا، والنسبة اللي تحت دي لسه بنفكر فيها، بس يعني اللي في دماغنا نسبة كبيرة تبقى هتروح من المجموعات للمعلم، والباقي هيروح للمدرسة نفسها مش للوزارة، يروح المدرسة عشان المدرسة يبقى فيها حمام ويبقى فيها كراسي ويبقى فيها تخت. لما أنا أبعت ولادي مجموعات التقوية مش الدرس اللي بره في السنتر، أنا بقوي المعلم والمدرسة والبلد، وبحافظ على أولادي وباخد منتج أحسن بربع السعر.